عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. فيديو جديد، فيديو حماس النهاردة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم ان شاء الله، لان احنا هنعمل حاجة لأول مرة هنعملها في حياتنا. بصوا احنا متحمسين وفي نفس الوقت خايفين. قول لهم الفكرة يا لبنى. بس يا جماعة احنا النهاردة رايحين لأول مرة حادثه، العربيه بتعمل حادثه لوحدها، مفيش حد جمع علينا. المهم العربيه ماشيه لوحدها. بصوا عربيه الزبنس ماشيه لوحدها. اه قول. المهم يا جماعه احنا اول مره هنتزلج، مش على الجليد، معرفش على ايه، بس هنتزحلق يعني. هنلبس الباتيناج ونمشي بيه. هنعمل كده، مش عارفه هي اسمها ايه، بس على السكيت يعني كده. فهنشوف بقى ايه اللي هيحصل. انا خايفه قوي. بصوا يا جماعه ان شاء الله تلاقوني في يعني بصوا فراش. بصوا يا قلبي ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشجعونا عشان نعمل لكم حاجات حلوه كتير ان شاء الله. كومنتات عشان بنفرح بالكومنتات الكتيره الحلوه. سلبيه لا، نو لا يعني. اي حتى لو عايزين تنتقدوا يا جماعه، المهم ان الانتقاد يعني احنا في كومنتات انتقاد بس بتبقى كويسه، بنتقبلها وبنحسن من نفسنا طبعا على الانتقاد ده. لكن في طبعا ناس ثانيه مش بيبقاش انتقاد بقى، بيبقى مجرد بس ان هو دي او خلاص. المهم يلا عشان ما نلغيش كتير، يلا بينا على التجربه دي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بدا الموضوع، بدا يلبسوا كاس. انت ممكن تلبسي الكيس على الشراب يعني. يا احلام انت عملتي ايه؟ شراب الشراب؟ لا يا لهوي. هات السنه الثانيه دي عادة. بس انا عايز اجي والله بتتقلب. ما تدقيش على تعالى انا امسك ايدك. تعالى يا رب يا رب يا رب لا خيره.
اسود على لوكنا. قوم اتيك. لا لا بصوا يا جماعه مساعده من بره. الله اكبر عليا. خمسه فينا حالات هنا لو عايزه نقاله. يلا يا لوب نمشي. امشي اروح فين؟ امشي روح العب. هو انتوا مش ملبسيني السيخ في رجلي وعايزين امشي عليه؟ ما انا مش اكروباتيه. احلام ايه جدعه؟ برافو يا احلام. بتمشي ازاي يا حبيبتي؟ تعالي قولي. حاولي حاولي. بص 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 يا جماعه ده. طب انا عايزه اخرج بقى خلاص. هو هو نفس الطول يا بنتي. بصوا يا جماعه انا مش هعمل كده تاني في حياتي. اخر مره اجري زي وريني. شوف يا معايا يا ولد ايه ده بتخلص. انا جاي الازاز مزحلق. انا عايزاكي تاخديها جري هناك من هنا لحد هناك. وانت سيبي البتاع عند التاج. يا جماعه انا مش عارفه اصور لكم ايه بجد. لما تاخد وقعه دلوقتي انا عارفه. هو انت جايه عند السور؟ انت جايه عند السور؟ انت مجانين. تعال تعال انا لازم اصرف في حاجه. ما لا عارفه لو مسكت رجلك مش هتجيب حاجه. لا لا معلش تعال. بصي هي خطوه واحده كده اجري كده عندها تلاقي ناس مسكت. ابعد عني انت عن كهوته. بس احلام ماشيه ازاي؟ انا قويه بس لو وقعت هدخل في الازاز وهموت. لا عشان علي احلام انت. بصي يا اميره بصي يا اميره الحركه دي. بصي يا اميره الحركه دي. ايه اطلع عند احلام عشان تعرف انا شو فيها. احلام يا اميره يلا ايوه مش عارف مش هسيب السور لو على موت. مش هسيبه. احلام ما وقعتش غير مره واحده بس. انا يا جماعه وزني تقيل لو وقعت هتقسم انسان. هيبقى شويه تقيل مفيش. احنا هنروح حاجه هتروح حاجه بس ده بوقك دخل في الكاميرا. سيبوني
صفه كامله واجي مش لبنى. اعمليها مره كمان يا ربنا. جماعه لبنى اتحشرت في الكرسي. مين بقى يا يلا ايه يلا يا لب انا ما اخافش من حد انا ما اخافش يلا روح عند احلام بقى روح عند احلام احلام انت صوتك ازاي فريدي ظهرك بقول لها فريدي ظهرك بصي تعالى عند عمود
خليكي قوية يا لبنى، يلا وروحي. لا مش تروحي عندي، روحي عند احلام. وريها ان انت مش جبانه يا لبنى. لا لبنى مش جبانه، لبنى قويه، خلي رجلها جنب بعض وتروح. مشلول بيسند مشلوله. لا لا مش عارفه والله. قولي انا مش هقع، مش هتقعي، مش هتقعي. عايزين تصوروا. يا مستر يلا 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 خايفه برضه. تعالي ما تخافيش والله، السوق عندي. تعالى يا جدي بقى. احلام سيبيها بقى في النص واطلعي، وما تخليش حد يقومها. لا لا تجربه سيئه، انه اخر اليوم يا جماعه بالنسبه لي انا كده خلاص، انا مروحه. تعبنا قوي، انا تعبت، بس انا يعني حاسه ان انا استمتعت اكتر من لبنى، لان انا يعني عن نفسي ما حسيتش باي متعه. لا انا جربت وعادي، انا وقعت كذا مره بس عادي يعني. انا بحب التجربه وما بخافش المفروض، بس انا ما كنتش قادره. ايدي عدت قدام الكاميرا. ايه؟ ايدي عدت قدام الكاميرا. مش مش بس ما قدرتش بصراحه توازن. بس احنا تعبنا بجد، وانا تعبت والله العظيم، عطشانه جدا، حاسه ان انا عارفين جايه من صحراء. دي الصحراء بقى وانت. يلا شفت لبنى جبانه ازاي؟ قولوا لها يا جبانه يا جبانه. انا مش جبانه، انا ما بخافش والله، بس انا اول مره في حياتي احس ان انا مش قادره اروح دريم بارك وانا خايفه. بروح انا بخاف، انا بلعب كل الالعاب في دريم بارك من غير ما انا ما بخافش. يا جبانه يا جبانه يا جبانه. شفت بقى؟ ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه لو لو فعلت الجرس. اشتركوا في القناه، ما فعلتوش الجرس مش هينفع. تعبت والله. لا بجد ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل دي، وشجعونا في الكومنتات تحت ان احنا هنعمل لكم حاجات كتير احلى واحلى واحلى. اكتبوا لنا افكار يلا جامده. باي باي.